قاعد بالصفه، قاعد بالصفه، مسك مصباحتي عم بذكر، قاعد قدامي شيخ من حلب كان اسمه الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن السواس، الله يرحمه ويبارك فيه، من اولياء الله كان. قال لي ابني شو عم تعمل؟ والله عم بذكر. قال لي ابني هون توجه، هون بدها توجه، تذكر بالبيت، اما هون توجه. فقعدت عم بحكي له على شيخنا، عم بحكي على الشيخ، حب الشيخ، حب الشيخ. بيجينا واحد اسود بيوقف بيسمع، قال لي والله هذا ليس بكلامك، والله هذا ليس بكلامك. قلت له يا بتسمع يا بتقعد. رد عم بحكي، قال لي والله هذا ليس بكلامك، هذا كلام العارفين بالله. لك يا ابن حلال، قلت له انا على شعره الان، وانا عم بتكلم واذ بشيخنا، والله بشوفوا امامي مثل ما لي شايفكم. عمي قلت له قوم الحقني، فزيت مسكني هالاسود، بالله عليك رايته؟ بالله عليك. لك قلت له من شان الله خذني معك، قلت له امشي. ومشى امام، والازدحام معروف بالحرم خاص بالروضه، حتى وصل رضي الله عنه الى القبر ودخل وعانق النبي عليه الصلاه والسلام، وانا شفت العناق وانفجرت. والله بدل الحال، بدل موه من الشغل، خلصت الحج ورجعت. وانا عادتي لما برجع من السفر اول ما بيجي لعند شيخنا، قبل اهلي وقبل اولادي وقبل، بيجي لعند شيخنا، هي عاده المريد، هذا المريد. طلعت لعند شيخنا بهالبيت اللي مواجه الباب، كان عنده الشيخ محمد التل الله عز وجل يعافيه، توفى رحمه الله عليه وغفر الله له. اول ما فتت شيخنا طلع، قال لي اقعد يا ابني اشوف، احكي لنا شلون زيارتك لحتى تعرف اني شيخ، مو شيخك نايم، شلون زيارتك؟ حكيت له كان شيخنا مسافر بالمانيا. قال لي والله يا ابني حسيت فيك وانا بالمانيا، جذبتني من المانيا لعندك. الشيخ حس بأخ من إخوانه من ألمانيا إلى المدينة، يقوم حتى يتغير الحال من جفاء إلى صفاء ووفاء. هذا الشيخ شلون بدك تكافيه؟ هذا يا ابني محبة أهل الله هي. فإذا كان صار لك الرباط بالإذن، فرباط الإذن يا ابني هذا اللي بده يعطي الفتح والتجلي والإمداد والصفاء. ممكن واحد يحس، ممكن واحد ما يحس. فلا تظن يا ابني إن الشيخ عم يتصرف من نفسه، لا يا ابني. أنا ما عم بتكلم بلساني ولا بتصرف بشأن. والله يا أخواني كما ذكرت من مدة، لو أن أحباب الله قطعوا إمداد عني طرفة عين، والله بصير مثل هالعضاضة ما بيطلع بيدي يحكي كلمة. علمونا نحكي، وبإمداد عم نحكي، وبأسرار عم نحكي، وبإمداد أرواح من ربي، وهذا من فضل الله عز وجل. فلا تظن يا ابني استعدادك، ولا تظن هذا ذكرك، إنما هو إمداد أهل الله
ويقولون لو أن العارف بالله أذن لقط لأطى لنطقت بالحكمة، لو أذن لأطى لحجر. صلى الله عليك يا رسول الله، لما أجا